لو تسمعي كده قصة أستاذة انتصار تلاقيها رحلة كبيرة، رحلة فيها متاعب وفيها صعاب، وبصي وشها منور ازاي وابتسامتها منورة الدنيا ازاي برغم رحلتها الصعبة. كلمينا من اول ان قدرك كان في طريقك ان زوجك يكون من ذوي، زوجك شخصيا من ذوي الهمم. ايوه الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انا ربنا يعني لما جه زوجي تقدم لي وكان ظروفه الصحيه تعبانه، كان زمان ده كمان من 88 يعني من 34 سنه. ايوه كانت النظره مختلفه برضو طبعا على اصحاب الاعاقه مش زي دلوقتي يعني. فالحمد لله انا وافقت عليه، وكان انسان يعني كان انا خطبت فيه يعني العقل، هو انسان راقب مشاعره جدا، انسان عاقل جدا. الحمد لله ان ربنا كان جعله من نصيبي عبد القادر. ولما ربنا اعطانا الاولاد، اول ولد خد الاعاقه الحركيه من والده، ورث الجين ده نورث منه كده. والله برضو يعني تابعنا مع الدكاتره كتير وحالته الصحيه ولحد يعني خلاص قلنا الحمد لله قدر ربنا يعني قدر الله ما شاء فعل، فخلينا كده معاه الحمد لله. لا يعني قعدت 5 سنين ما بين محمد وبين عمر، قلت يعني خلاص محمد وكفايه، ما نجيبش اطفال تانية تعبانين ممكن ايه انت. لحد ما سبحان الله ربنا اعطاني عمر، كان كويس برضو اعاقته حركيه بس بسيطه، بس لحد فضل معايا لحد تاني اعدادي كان مبصر، لحد ما حصلت له حادثه فقد فيها بصره. دي حادثه من بره كده يعني؟ يعني هو كان بيلعب مع الولاد، بيلعب مع بعضهم عادي كده، فاتخبط من اولى ابتدائي، وبعد كده لحد ما تاني اعدادي فقد بصره خالص. طبعا عمليات كتيره 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 مش هقول لك يعني كتير ما تعديهاش. مع تعبك مع محمد، مع تعبك مع والد محمد. والله الحمد لله، والله الحمد لله. فسبحان الله ربنا يعني هي بقى يعني مشكلتهم لما كانوا صغيرين، هم دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بيهم، الحمد لله كلهم اتخرجوا من الجامعه ما شاء الله. انا معايا 3 ولاد، معايا محمد وعمر وطارق. الحمد لله كلهم اتخرجوا من الجامعه ما شاء الله. محمد مهندس ما شاء الله رغم اعاقته الحركيه، انما خريج هندسه طنطا ما شاء الله. وعمر رغم اعاقته الحركيه والبصريه الا ان هو معاه كان معاه لسانس اداب، وهو اول دفعته 4 سنين. الله اكبر يعني، الله اكبر ما شاء الله. والله الحمد لله الحمد لله لسانس اداب بتاعه ربنا بيعوض جيد جدا مع مرتبه الشرف، وما سكتش على كده لان انا لقيته شغوف للعلم، حابب ان هو يتعلم. قلت له انت حابب تكمل تتعلم انا معاك، مع ان ده تعب ليا انا وتعب لوالده، لان احنا بنقرا له، واحنا اللي بنوديه المواصلات الجامعه، واحنا اللي بنوديه المكاتب كل ده. خد الماجستير شهر 12 اللي فات الحمد لله بامتياز مع التوصيه بالنشر الحمد لله. الحمد ما شاء لله. الله. ومعايا طارق ربنا انعم عليا بيه صحيح الحمد لله وكويس، وكان بيعيني بيساعدك بيساعدني على المشوار. بيساعدني احنا كنا مقسمين نفسنا، انا مع مثلا مع التعبان، لان في قضينا فتره كنا في المستشفى مع ابني لانه كان تعبان وعمل غير مفصل وكده، فانا كنت مقيمه معاه في المستشفى، هو كان معاه مقيم معاهم في البيت. نعم. هو يعني كنت سايباه احنا الاثنين بنتبادل الادوار مع بعضين. نعم. الحمد لله خرج السنه دي الحمد لله 2021 من الهندسه. نعم. الحمد لله، والحمد لله ربنا كافئني بيهم ان هم كويسين الحمد لله، نحمد ربنا.